ما بين مد وجزر. تعيش ثلاث عائلات من مدينة قلنسوة منذ سنوات عديدة، وذلك بسبب مصير مجهول يحيط بها بعد أن صدرت بحق بيوتها أوامر هدم ما زالت تراوح مكانها في أروقة القضاء الإسرائيلي ما بين قبول للالتماس بتجميد الهدم أو رفضه. تقدمت في طلب جديد مع ادعاءات جديدة، وأقنعت المحكمة مرة أخرى إنه يجمدوا الأوامر الهدم، وحاليا أوامر الهدم مجمدة لحين ما إنه النيابة تقدم ادعاءاتها والتماساتها بالنسبة للطلب الأخير. وهي لكم بشكل حصري، يعني بقدر أقول لكم إنه النيابة راح توافق على تجميد أوامر الهدم لحين المحكمة اللي معينة بشهر 6 هاي السنة. لا يعول أصحاب البيوت المهددة بالهدم كثيرا على القضاء الإسرائيلي لتوفير حياة كريمة وأمنة لهم، بقدر ما يعولون على عزيمتهم وصمودهم في وجه آلة الهدم والتشريد، طامعين بالتفاف شعبي يوازي عدالة قضيتهم. إحنا ثقتنا بالله كبيرة، مش في ثقة في الكوانين هاي الموجودة، بس ثقتنا بالله. إحنا عازمين هاي أرضنا، دورنا هاي، إحنا ثابتين فيها، هدوا ما هدوش أنا صامدين الحمد لله رب العالمين. ثقتنا بس بالله، لا هو فيهم ولا في حد غيرهم. ومثل البيوت الثلاثة في قلنسوة كمثل آلاف البيوت في البلدات العربية بالداخل الفلسطينية التي تعيش المعاناة ذاتها وتخشى المصير ذاتها في ظل حكومة تزداد تطرفا وابتكارا لقوانين وسياسات أكثر تعسفا وعنصرية.